تتوقعين الحين ممكن يجمعك عمل مع حياة الفهد بعد رمانة؟ اي ان شاء الله، بعد ليش لا؟ تصريحك انه مو عاجبك، مو رمانة؟ انت قلتي مو عاجبني، ومحمد صفر قال مو عاجبني، وانا اشتغلت عشان السي في مالي، وانت بعدين يعني حياة الفهد ما طلعت صرحت قالت المخرج مو عاجبني. لحظة خليني اقول لك، ليلى عبد الله تطلع تقول انا مو عاجبني المخرج مال رمانة. المخرج